اهلا بيكم على قناتكم قناة همس ستايل. النهاردة رجعت لكم بفيديو جديد عشان اقول لكل حد اشترك في القناة بتاعتي شكرا شكرا بجد على انكم كبرتوا القناة، وشكرا على الكومنتات الجميلة اللي انتم بتكتبوها لي، شكرا على كل حاجة عملتوها لي في كل الفترة اللي فاتت علشان القناة كبرت بيكم وليكم. ولاني حبيت اقول لكم شكرا بشكل عملي، النهاردة هعمل لكم جيف اوي او هدية لواحدة من متابعين القناة بتاعتي. هتكسب حاجات كتير جدا جميلة هوريها لكم دلوقتي، وفي الاخر هقول لكم شروط الاشتراك في المسابقة. الحاجات اللي هقدمها لكم في المسابقة دي هتبقى موجودة في العلبة دي من سيفورا. العلبة دي شيك جدا مبدئيا يعني، وقوية، تقدري تستخدميها بعد كده تحطي فيها الحاجات بتاعتك. هنفتحها مع بعض ونشوف ايه الهدايا اللي هتكسبها معايا المتسابقة والمشتركة في القناة. اول هدية معايا اللي هي البرفيوم ده من كراميل باسان بادي، هو اسمه بينك شيفون، وانا بحبه جدا لان ريحته سويت، ريحته زي كراميل كده، فانا فعلا بحب ريحته جدا. وعلشان انا بحبكم قوي بهديكم بالحاجات اللي انا حبيتها وعجبتني، فده اول حاجة من الحاجات اللي هتكون هدية معانا. الهدية التانية هي الباليت دي من انستازيا بيفري هيلز اللي هي مودرن رينسونس. الباليت دي من احلى الباليتات اللي انا استخدمتها في حياتي، وعلشان كده بهادي بيها اصحابي واخواتي اللي موجودين في القناة عندي. الباليت دي شيك جدا جميلة، فيلفت من برة ومن جوه. هوريكم الالوان بتاعتها دلوقتي، بس هخبي الكاميرا بتاعتها. طبعا مش هقدر اعمل لكم سواتش عليها لان دي هدية لحد من المتابعين، لكن هعمل لكم سواتش ان شاء الله قريب على الباليت بتاعتي انا في فيديو قريب باذن الله. الباليت دي جميلة جدا، الوانها بيجمنتد جدا، بجد تحفة، الوانها رائعة، شكلها على العين جميل جدا. في توتوريالز كتير جدا معموله بيها، وان شاء الله هعمل لكم توتوريال قريب بيها. الباليت دي فعلا تحفه، ولانها انا استخدمت بتاعتي وعجبتني جدا، فقررت ان انا اجيبها لواحده من عيلتي الكبيره اللي موجوده على القناه بتاعتي. فدي تاني حاجه كانت معانا في الجيف اواي ده. تالت حاجه معانا هي قلم الحواجب ده من كلر بوب. قلم الحواجب ده لونه بني، وده الشكل بتاعه من جوه اهو، لو هو باين في الكاميرا هو اللون بتاعه بني. انا طبعا مش هعمل سواتش ليه، بس برضو هعمل لكم سواتش فيديو تاني على اللي زي ده بس بتاعي، لان انا طبعا اخترت لكم في الجيف اواي ده كل الحاجات اللي انا حبيتها استخدمتها فعلا وحبيتها جدا، فاخترتها لكم في الجيف اواي لاني فعلا بحبكم قوي. فدي تالت حاجه معايا في الجيف اواي. رابع حاجه معايا في الجيف اواي ده هي عبارة عن الكونسيلر ده من كالر بوب، شكله اهو، خلي الكاميرا تعمل عليه فوكس، حاول بس الكاميرا تعمل فوكس، يلا فوكس في ايه اهو. ده اسمه نو فلتر كونسيلر من كالر بوب، وده شكله، هفتحه معاكم اديكوا شكله من جوه. الدرجة بتاعته هي ميديوم، ميديوم 38. وده شكل الكونسيلر من جوه اهو اهو، حاول بس اظبط الفوكس علشان الكاميرا تعملش فوكس على حاجه تانية اهو. ده شكله، والدرجه بتاعته ميديوم 38 زي ما قلت. اوكي، ده رابع حاجه معايا الجيف اواي. خامس حاجه هتكون معايا هي الاي شادو الميتاليك ده من كالر بوب اهو، ده شكل العلبه بتاعته. السوبر نوفا اي شادو، وهيبقى معايا باللون، هفتح العلبه واوريها لكم اللون بتاعها، فاير كراكر، اللون فاير كراكر، وده شكل الاي شادو. طبعا انا بس مخبيه الغطا بتاعه علشان بيعكس. ده شكل الاي شادو اهو اهو، طبعا مش هقدر اعمل لكم سواتش عليه، بس هو ميتاليك جدا جدا، يعني هاي شاين، ده شكله مش طبيعي وثابت طول اليوم، يعني ثباته رهيب تحفه، يعني طول اليوم شكله ثابت في مكانه، مكان ما بتحطيه اخر اليوم انت بتشيليه. فده اللون بتاعه، اللون ده على لون نحاسي محمر، و في لون تاني كمان اسمه دراجون اهو، دراجون ده لون كمان اهو، اللون ده اهو، انا مش هطلعه من العلبة عشان بس ما يعكسش.
لكن ده شكل اللون اهو. شايفين يا جماعه اللون؟ شايفين الجمال؟ ايه ده بجد لون جميل جدا. انا بحب الالوان دي قوي. مدي على نحاسي اورنج. شايفين اللون؟ دول بجد تحفه تحفه. هعمل لكم ريفيو عليهم بعد كده باذن الله. الالوان بتاعتي اللي زي دي بجد ثابتين ثابتين، يعني انا احطه في اول اليوم اخر اليوم اشيله، ثابت جدا في مكانه، بجد تحفه، هيعجبكم قوي ان شاء الله. واللي هتكسب فيكم باذن الله تكتب لي في الكومنتات تحت ايه رايها فيه. وبعد كده الهديه اللي بعدها الالترا بلوتد ليب من كالر بوب. ده دي العلبه بتاعته، الروج ده، الروج ده لونه ناتشرال وثابت بشكل مش طبيعي. عامل هو عباره عن ليب تنت، و اللون بتاعه سلايت، اسمه سلايت. اوكي هوريكم شكله من جوه، هخلي بس الغطب عشان ما يعكسش. ده لونه اهو، شايفين اللون يا جماعه؟ لونه بجد تحفه، لونه جميل جدا اهو. ده اللون بتاعه. وبعد كده اخر حاجه هتكون معايا النهارده هديه للمشتركين بتوعي، واحده من المشتركين بتوعي. ها الروج اللي بعده اسمه دوزي، وده برضو من الالترا بلوتت ليب من كالر بوب اهو. افتحوا مع بعض، طلعوا طلع لكم اللون اهو. ده اللون يا جماعه، ده اللون تحفه، جميل جدا. طبعا يا جماعه كل الحاجات اللي انا عاملاها في جيف اواي هي حاجات انا حبيتها وجربتها وعجبتني جدا، لان انا مش هديكوا باي حاجه، لازم هديكوا بحاجه اكون فعلا حباها وتكون فعلا من الحاجات المميزه عندي. نيجي بقى لشروط الاشتراك في المسابقه. شروط الاشتراك في المسابقه بسيطه جدا، كل اللي عليكي انك تشتركي في القناه وتدي لايك للفيديو ده وتكتبي لي في كومنت تحت انت من انهي بلد. يا جماعه المسابقه مفتوحه انترناشونال في كل بلاد، هوصل لاي بلد في العالم، مفيش فيها مشكله خالص. كل بس اللي مطلوب منك انك تكتبي لي في الكومنتات تحت انت من انهي بلد، وتعملي اشتراك في القناه عن طريق الضغط على زر السبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو، وتدي الفيديو ده لايك، وبكده تكوني دخلتي الجيف اواي، دخلتي المسابقه دي. وانا هعمل سحب ان شاء الله قبل العيد باسبوع، بحيث ان انا اختار المتسابقه والحق اوصل لها الحاجات بتاعتها باذن الله. فهعمل السحب قبل العيد باسبوع ان شاء الله، علشان اللي تكسب تستمتع بالحاجات دي باذن الله في العيد. فانا مبسوطه جدا بالفيديو ده، مبسوطه جدا ان انا اقدر اقول لكم شكرا ولو بشكل بسيط جدا على تعاونكم معايا وعلى حبكم ليا وعلى دعمكم ليا وللقناه، لان بجد القناه دي كبرت بيكم وليكم. انا فعلا بحبكم قوي، وبجد بتمنى ان الاسره بتاعتنا الكبيره اللي موجوده على القناه دي تكبر اكتر واكتر، ونكون قريبين من بعض اكتر واكتر. وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي باذن الله على خير. واكتبوا لي برده في الكومنتات تحت لو لكم حاجات معينه حابين ان انا اعملها لكم في الفيديوهات الجايه. ومن هنا للفيديو الجاي، هتوحشوني قوي، اشوفكم الفيديو الجاي، باي.